تتواصل زيارات الوفود الدبلوماسية الدولية إلى عاصمة إقليم سبأ، وتتركز المحادثات حول توسيع علاقات التعاون الاقتصادي والبحث في فرص الاستثمار التجاري والصناعي واستكشاف السوق المأربية الواعدة. هناك نوع من الديناميكية الجديدة في تطور العلاقات الاقتصادية، وهذا يبرهن أن المحافظة بدأت بمرحلة جديدة، مرحلة الثقة السياسية والتعاون الاقتصادي وجذب رؤوس الأموال والمستثمرين. مراقبون يرون أن هذه الزيارات هي اعتراف دولي بالوجود الحقيقي للشرعية على الأرض، وتعطي طابعا إيجابيا عن وضع الشرعية السياسي والاقتصادي في الوقت الذي يعيش فيه الحوثي رمقه الأخير. هي شهادات اعتراف كبيرة بأن مأرب أصبحت ربما النموذج الأول للشرعية من حيث الأمن، من حيث الاستقرار، من حيث الخدمات، من حيث قيام السلطة المحلية بواجباتها وأيضا مسؤولياتها، من حيث احتواء كل الأطراف، من حيث احترام الجيش الوطني أيضا لقواعد الحرب، يعني قام بدوره على أكمل وجه. وأيضا هي دلالات على أن هناك الحوثيون في الرماق الأخير كسرت، يعني كسر العظم في الحديدة، وبالتالي الوفود الدولية اليوم تبحث مخرج يعني حسب قرارات الأمم المتحدة، وهذا انتصار اليمن. لقاءات الوفود الدبلوماسية بالمحافظ والمسؤولين والفاعلين الاقتصاديين تهدف إلى استكشاف فرص الاستثمار ومجالاته، دفع المحافظ اللواء سلطان العرادة إلى القول بأن هذه الزيارات يترتب عليها أشياء كثيرة ومهمة تدفع بنا جميعا إلى التعاون المثمر مع دولة محورية كالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أشاد من جهته السفير الأمريكي ماثيو تولر بمستوى التعاون بين كبار المسؤولين والحكومة وقيادة التحالف العربي. سبقت هذه الزيارة وصول السفير الفرنسي كريستيان تيستو والوفد المرافق له في 11 من يونيو حزيران من العام الجاري، والذي نفذ سلسلة زيارات ميدانية شملت مركز تأهيل الأطفال المجندين ومخيمات النازحين ومستشفى مأرب العام ورابطة أمهات المختطفين، والتقى قيادات الأحزاب وقيادات الأمن بالمحافظة، ونفذ زيارة للمعالم التاريخية وأسواق المدينة. هناك انطباع ملحوظ يقول كريستيان تيستو: فقد لمسنا الأمن ورأينا كثيرا من التشييد والبناء، وأنا متأكد أن هذه الجهود جاءت بقيادة المحافظ. صحفيون وسياسيون قدموا مدلولات عن هذه الزيارات الدبلوماسية تعبر عن أهمية موقع المحافظة وقوتها العسكرية والسياسية والاقتصادية. تطورت الزيارات إليها من زيارات وفود إعلامية لكبرى المحطات والصحف العالمية الكبرى إلى زيارات دبلوماسية، تمثلت أولا بزيارة وفد مجلس الشيوخ الفرنسي والسفير الفرنسي إلى محافظة مأرب، أعقبتها زيارة السفير السعودي إلى مأرب وإعلان مرحلة إعادة الإعمار، ثم الزيارة التاريخية للسفير الأمريكي إلى اليمن ماثيو تولر. هذه الزيارات الدبلوماسية إلى محافظة مأرب تؤكد أن محافظة مأرب محافظة محررة تنعم بالأمن والاستقرار، وبإمكان أي وفود عالمية القدوم إلى محافظة مأرب. النهضة التي شهدتها محافظة مأرب في الجانب التنموي، في الجانب التجاري، في كل الجوانب الأخرى، أيضا تبعتها نهضة دبلوماسية شهدتها محافظة مأرب، نستطيع أن نقول هذا الحديث. ومحافظة مأرب أصبحت عاصمة عسكرية واقعية للمشهد السياسي اليمني. لم تخلو زيارة السفير السعودي محمد سعيد آل جابر من اهتمامه الكامل بالمحافظة عسكريا واقتصاديا، وهي زيارة توسطت زيارتي السفير الفرنسي والأمريكي، والذي وعد بتنفيذ مشاريع اقتصادية وإنسانية وإعادة ما دمرته الحرب في اليمن.